السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو درس ديال لي زانتيغرال. ولي زانتيغرال هو درس سهل في الحقيقه، غير هو خاصنا نعرفوا واحد الحاجه، ان لانتيغرال الا ما عرفناش نديرو البريميتيف دونك ما نعرفوش نديرو لي زانتيغرال. دونك اهم حاجه هو البريميتيف، الدرس ديال البريميتيف خاصنا نعاودوه. صافي، دونك نبداو بالبريميتيف وعاد من بعد غادي نديرو مجموعه ديال لي زانتيغرال وغنشوفوها بالله راه درس اللي هو ساهل ماشي شي حاجه. دونك غادي نخلي لكم هاد لا سيري ان شاء الله في هاد التمارين في لاباج، ونبدا دابا البريميتيف وعاد ندخلو ان شاء الله في لي زانتيغرال. دونك عندنا قلنا خاصنا نبداو البريميتيف. دونك البريميتيف اللي خاصنا نعرفو هو ان مثلا الا عدد البريميتيف ديالو غادي يكون هو شكون، هو ا اكس. مثلا عطيتك العدد جوج، البريميتيف ديالو اش غادي تكون؟ هي جوج اكس. الا عطيتك مثلا ثلاثة ما فيهاش الاكس، دونك اش غادي تكون؟ ثلاثة اكس. ولكن الا عطيتك عدد اللي حداه الاكس، دونك البريميتيف ديالو هذاك العدد تيبقى، هذاك الا تيبقى، ولكن هاد الاكس شنو فوق منه هنا عندو الاس واحد. هنا القاعده تتقول لك الا كانت عندنا هنا واحد تنزيدوها واحد، مقسومه على واحد زائد واحد. دونك شغادي تولي لنا هي الاكس واحد زائد واحد هي جوج، علاش؟ على جوج. مثلا الى عطيتك ثلاثة اكس على بويسونس كاتر، شنو غتقول لي البريميتيف؟ دونك ثلاثة غتبقى، والاكس شنو عنده هنا؟ كاتر، غنزيدوه واحد، مقسومة على ربعة غنزيدوها واحد. دونك شنو غادي تساوي لنا؟ هي ثلاثة. الاكس على بويسونس سانك سوغاش سوغ سانك، واللي هي ثلاثة على خمسة، الإكس على بويسونس شحال؟ خمسة. صافي، مثلا نعطيك جوج إكس على بويسونس شحال؟ تخوا. مثلا عطينا البريميتيف هي جوج غتبقى جوج، ولكن هاد الأس هذا شنو عندو؟ ثلاثة، دونك الإكس غتولي ثلاثة غنزيدوها شحال؟ واحد على ثلاثة زائد شنو؟ زائد واحد. إذا هي جوج إكس على بويسونس شحال؟ ثلاثة زائد واحد هي أربعة، علاش؟ على أربعة، واللي هي جوج على أربعة الإكس على بويسونس كاتر. وإلا اختزلنا تتبقى لينا أن سيغ دو الإكس على بويسونس شنو؟ كاتر. مفهوم؟ يعني عدد بريميتيف ديالو تنخليو عدد وتبقى وتولي حداه الإكس، يعني ثلاثة بريميتيف ديالها شنو؟ ثلاثة إكس. إلا عندنا عدد وعندنا الإكس على بويسونس شي حاجة، هداك الأس تنزيدو عليه واحد على نفس الحاجة، يعني هنا كانت ربعة، شنو ولات؟ ربعة زائد واحد، علاش؟ على ربعة زائد واحد. دابا هاد جوج مضروبة في الإكس أس ثلاثة أولا بصفة عامة أإكس، تطبق على هاد الخاصية، علاش؟ تتقول لنا الخاصية إلا كانت عندنا الإف بريم مضروبة في الإف على بويسونس إن، شنو تتكون القاعدة؟ تتكون هي إف أس إن غنزيدها واحد على إن زائد واحد. صافي، مثلا دابا هاد الإكس مثلا إلا بغينا نديرو ليها البريميتيف، يعني حنا نيشان غادي شنو عندنا الأس هنا؟ واحد، دونك غادي تكون هي إكس واحد زائد واحد على واحد زائد واحد، هي إكس أو كاري سوغ إش سوغ دو، هي أن سوغ دو في الإكس أو كاري. ولكن هادي راه هي هاد القاعدة اللي درنا الإف بريم مضروبة في الإف أس إن، علاش؟ حيت شناهو البريم ديال الإكس؟ هو واحد، هاهو راه مكتوب هنا، هو واحد في الإكس راه مباينش. دونك هي واحد مضروبة في الإكس تتساوي شنيا هاد واحد؟ هي الإكس بريم مضروبة فاش؟ في الإكس. إوا قالت لك القاعدة إلا كانت عندنا الإف بريم مضروبة في الإف أس إن
عرف ان هاد الان هادي اللي عندها هنا واحد دوكا تولي اكس واحد زائد واحد على واحد زائد واحد هي اكس او كاري سيغ دو وهي هاد الشيء اللي درناه دونك بالنسبه للاكس نديروها نيشان ولكن الا عطيناك عطيتك جوج ديال لي فونكسيون مثلا عطيتك جوج اكس زائد جوج مضروبه في الاكس او كاري زائد جوج اكس على بيسونس 3 وقلت لك عطيني شنو هي البريميتيف شنو غدير هذا ضرب فونكسيون مضروبه الاف بريم مضروبه في الاف اس ان نطبقها هنايا شنو غادي تولي لنا خصنا هذا اللي فيه الاس خصنا نقلب ليه البريم ديالو بعدا شنو هي الاكس كاري زائد جوج اكس الا بغينا نديرو ليها البريم غتعطينا شنو هي الاكس كاري بريم ديالها هي جوج اكس شنو هي البريم ديال جوج اكس هي جوج شنو تتلاحظ هذا اللي هنا هو هذا اللي خرج لينا في البريم يعني بامكاني انني نحيدو ونعوضو بهذا البريم هي اكس او كاري زائد جوج اكس شنو بريم مضروبه في الاكس او كاري زائد جوج اكس على بيسونس شنو 3 دابا القاعده شنو تتقول لينا في البريميتيف تتقول لينا هاد الفونكسيون هادي اكس كاري زائد جوج اكس كانت عندها 3 غنزيدوها واحد وغنقسموها على 3 زائد واحد دونك شنو غادي تولي لنا هي اكس او كاري زائد 2 اكس على بيسونس 4 سور اش سور 4 هي 1 على 4 الاكس او كاري زائد 2 اكس على بيسونس شنو 4 ويلا بغيتي تتاكد سير دير لهذه البريم وغادي تعطينا هي الاصل هي هذه صافي زي نديرو مثال اخر مثلا عطيتك جوج اكس زائد 3 مضروبه في الاكس على لا بويسونس 2 زائد 3 اكس زائد جوج على لا بويسونس هنايا كانت 4 شنو اول حاجه خاصنا نديرو خاصنا نمشيو نقلبو على البريم ديال هذا ديما اكس كاري زائد 3 اكس زائد جوج ماشي على لا بويسونس 4 بلا 4 بحال هنا درت البريم بلا 3 دونك هذه البريم ديالها شنو غادي تكون جوج اكس بريم ديال اكس كاري هي جوج اكس البريم ديال 3 اكس هي شحال هي 3 شنو تلاحظوا تلاحظوا ان هذه اللي خرجت لينا هي نفسها هذه دوك نحيدوها ونعوضوها باش بالاكس او كاري زائد 3 اكس زائد جوج شكون هي هي البريم مضروبه في الاكس كاري زائد 3 اكس زائد جوج على بويسونس 4 دابا واش درتي البريميتيف لا يلا قلتي لينا ان هادي راه تعوضات لينا باش بالبريم حيت ملي درنا البريم لقيناهم تيتساواو دونك دابا القاعده شنو غادي تقول لينا القاعده هي الا كانت عندنا الاف بريم مضروبه في الاف اس ان الاف غنديرو ان غنزيدوها واحد على ان زائد واحد دونك هنايا شنو هي الان عندنا اكس كاري زائد 3 اكس زائد جوج الان شكون هي هي 4 غنزيدها واحد سور 4 زائد واحد اذا هي اكس كاري زائد 3 اكس زائد شنو جوج على بويسونس 5 سور اش سور 5 واضح دونك قلنا ال ا تتكون ا اكس يعني 3 غتكون 3 اكس قلنا 3 الاكس اس 4 تنخليو ديك 3 حيت كونستون والاس نزيدوه واحد قلنا منين يكونوا عندنا دو فونكسيون بحال هذا الشكل وحده خاصها تكون البريم ديال الاخرى دونك هادي اللي فيها الاس تنديرو لها البريم وتلقاوها هي اللي حداها الا ما لقيناهاش حنا خصنا نخلقوها مثلا الا خاصنا شي عدد تنضربو فيه وتنقسمو عليه صافي دابا ندوزو الحاله ديال منين تكون عندنا القسمه الاف بريم مقسومه على اف اس ان هنا عندنا جوج ديال الحوايج يا اما نطلعوا هاد الان للفوق ونخدموها بشكل ديال الضرب يا اما القاعده تقول لك هي الاف اس ناقص ان زائد واحد على ناقص الان زائد واحد عاد الاس هذا خاص غير الفوق يكون بريم بعدا ديال التحت وهاد الاس هذا خاصو يكون ناقص ديالو مثلا عطيتك 3 اكس زائد جوج مقسومه على اولا 3 اكس كاري مقسومه على الاكس على بيسونس 3 زائد جوج اكس على بويسونس 3 شنو اول حاجه خصك دير تقلب عليها
وشوف لتحت البريم ديالو واش كاين الفوق، ماشي الفوق، ماشي الفوق تشوف البريم ديالو واش كاين لتحت، لا الفوق خاصو يكون البريم ديال لتحت صافي. دونك اول حاجه خصنا نعرفو هي الاكس اس 3 زائد 2 اكس، الى درنا لها البريم شنو غادي تعطينا؟ هي 3 الاكس او كاري زائد شنو البريم ديال 2 اكس؟ هي 2 صامرش. دونك شنو تلاحظوا؟ ان هذه اللي خرجت لينا كبريم هي الفوقانيه، دونك يمكن لينا عاوتاني نحيدوها ونعوضوها بالاكس اس 3 زائد شحال 2 اكس شنو بريم، علاش على الاكس اس 3 زائد 2 اكس على بيسون شحال 3. القاعده اش تقول لك؟ شنو هي البريميتيف دابا؟ قلنا الاس تيطلع تيولي ناقص ياك، دونك هنايا الاكس اس 3 زائد 2 اكس هذه كانت 3 اش غتولي؟ ناقص 3 زائد 1، لا ناقص 3 زائد 1، دونك اش غادي تولي لينا؟ تولي لينا هي اكس اس 3 زائد 2 اكس على بيسونس موان 2، علاش على موان 2؟ دونك هذه بامكاننا اننا نحيدوها، ناقص 1 على 2 هي خرجناها هنا، وهذا حيت الاس سالب ما يبقاش سالب، غيولي لنا هي اكس اس 3 زائد 2 اكس على بيسونس 2 صافي. في البريميتيف لا بدا تنزيدو واحد الكونستونت على راس كل بريميتيف درناها صافي، مثلا هنا زائد الكونستونت، مثلا هنا زائد الكونستونت صافي، مثلا هنا زائد الكونستونت، هذه هي البريميتيف. حاجه اخرى هو اللي خاصنا نعرفو هو اننا منين تكون عندنا الاف بريم ولكن لتحت ما عندناش الاس، لتحت عندنا غير واحد. هنا تتقول لنا القاعده بريميتيف الا كان عندك الاس واحد لتحت هي الالين ديال فالور ابسولي ديالاش ديال داك الاف، مثلا عطيتك 2 اكس زائد 1 على ايش؟ على الاكس او كاري زائد الاكس، شنو تتلاحظ بعدا؟ دابا هنايا الا رجعنا غنلقاو ان الاس هنا تيكون 3 تيكون يعني تيكون كبر من 1، درنا لي هاد القاعده، ولكن هنا عندنا الاس ديالو ماشي واحد، هذا كامل ماشي كبر من واحد، تساوي واحد. تتقول لك القاعده خاص غير مجرد يكون الفوق البريم لتحت دير ليه الالان، يعني شنو خاصنا نعرفو؟ خاصنا نعرفو الاكس كاري زائد الاكس اللي درنا لها البريم شناهي؟ هي 2 اكس زائد 1. واش الفوق هو البريم لتحت؟ فعلا هو البريم، دونك يمكن لينا نعوضوه، هي الاكس كاري زائد الاكس بريم مقسومه على اكس كاري زائد الاكس صافي. دونك هي القاعده تتقول لك الا كانت الفوق بريم لتحت اذا غادي تكون هي الالان، الالان ديال لافالور ابسولي ديال لتحت اللي هي الاكس كاري بلس الاكس زائد شنو؟ زائد الكونستانت. مثال اخر، مثلا عطيتك 3 اكس او كاري زائد 2 على الاكس اس 3 زائد 2 اكس، هادي شنو تتلاحظ؟ على بويسونس شحال؟ واحد. نفترضوها كانت على بويسونس 2، غادي نخدمو بهاد القاعدة ديال منين تكون عندنا الاف بريم على الاف اس ان، يعني هاد الان خاصو يكون كبر من واحد، تنديرو هاد القاعدة صافي. دونك هنايا شنو غادي تولي لنا؟ شنو خاصنا بعدا؟ خاصنا نمشيو نتحققو ان الاكس اس 3 زائد 2 اكس بريم ديالها هو داك الفوقاني. شنو البريم ديال اكس اس 3؟ هي 3 اكس او كاري زائد شنو البريم ديال 2 اكس؟ هي شحال؟ هي 2. اذا فعلا اننا الفوق هو بريم ديال تحت، اذا نحيدوه غيولي 3 اكس اس 3 زائد 2 اكس شنو؟ بريم مقسومه على الاكس اس 3 زائد 2 اكس. دونك شنو هي هادي؟ هي الالان ديال لافالور ابسولي ديال اش؟ ديال اكس اس 3 زائد 2 اكس زائد شنو؟ زائد الكونستانت صافي. تنظن واضح. نمشيو دابا ندخلو لي زانتيغرال. لي زانتيغرال شنو هما؟ تتقول لك القاعدة عندنا لانتيغرال من الا حتى البي ديال اف دو اكس ديد اكس، الا كان هنايا اكس هادي تتكون ديد اكس، الا كانت هادي تي هادي تتكون ديد تي، الا كانت هادي ايكغيك هادي تتكون دي دو ايكغيك. القاعدة تتقول لك في لي زانتيغرال هاد لانتيغرال هذا تتحيد لنا وتتعوض لنا بهاد المعقوفات، والداخل خصنا نكتبو اف دو اكس، ولكن هادي شكون هي؟ هي البريميتيف صافي.
ما بين A و B. نعاود دابا الانتغرال ما بين A و B ديال F دو X اللي تعطيونا D دو X، خاص بعدا هنا لو كانت X تكون هنا X، كانت هنا قلنا Y، حتى هنا شنو خاصها تكون Y، تتساوي تنديرو هاد المعقوفات والداخل ما تتبقاش F، تتولي البريميتيف. داكشي اللي قلت لكم الا ما عرفناش البريميتيف ما غنعرفوش لي زانتيغرال ما بين A و B. دوك القاعده تتقول لك هي F تنعوضو فيها B ناقص F وتنعوضو فيها شكون A، تنسبقو لتحت الفوق عاد لتحت صافي. دوك مثلا نعطيك مثال الانتغرال ما بين صفر و واحد ديال جوج اكس زائد ثلاثة ديد اكس، شنو خاصنا نعرفو؟ خاصنا نعرفو شنو هي البريميتيف ديال جوج اكس وشنو هي البريميتيف ديال ثلاثة. غنديرو معقوفات. البريميتيف ديال جوج اكس نرجعو هو هادشي اللي كنت نقول لكم، جوج اكس يعني داخلة في هاد ا اكس، ثلاثة اكس أس ربعة خلينا ثلاثة، وهاد ربعة زدناها واحد على ربعة زائد واحد، هنا هاد جوج غتبقى والإكس غادي نزيدوه واحد، يعني واحد زائد واحد على واحد زائد واحد زائد ثلاثة. شنو هي البريميتيف ديال الأ؟ هي ثلاثة، بريميتيف ديال الأ هي أ إكس، بريميتيف ديال ثلاثة هي شكون؟ هي ثلاثة إكس، دونك زائد ثلاثة إكس ما بين شنو؟ صفر وواحد. دونك نزيدو نحسبو، هي جوج، شحال هادي؟ إكس أو كاري مقسومة على ياش؟ مقسومة على جوج، زائد ثلاثة إكس ما بين صفر و واحد، تنسالي الحساب عاد نعوض، دوك هادي مشات غتبقى لينا إكس أو كاري زائد ثلاثة إكس ما بين صفر وشنو؟ و واحد. دابا هنا القاعدة سالينا بعدا لانتيغرال، القاعدة شنو تتقولك؟ تتقولك عوض بالفوق ناقص عوض بالتحت. شنو هو الفوق هنا؟ إف يعني إكس أو كاري غنعوض باش بواحد، يعني غتولي واحد أو كاري زائد ثلاثة، غنعوض الإكس عاوتاني باش بواحد، دير ناقص وفتح القوس، غنعوضو بزيرو غتعطينا زيرو زيرو، شنو غتبقى؟ زيرو. إذا هي واحد زائد ثلاثة شنو غتعطينا؟ هي ربعة. دوك لانتيغرال ديالنا هذا كامل شنو تيساوي لنا؟ تيساوي لنا ربعة. نديرو مثال آخر، عندنا من صفر حتى لجوج ديال جوج إكس ناقص واحد ديد إكس، دونك شنو غنديرو؟ غنديرو معقوفات. شنو غنكتب؟ شنو البريميتيف ديال إكس؟ جوج إكس هي جوج إكس، عاوتاني غنزيدها واحد سوغاش واحد زائد واحد ناقص. شنو البريميتيف ديال واحد؟ هي ناقص إكس، دونك هي من صفر حتى لجوج، إذا هي شنو؟ هي جوج، حسب لينا هادي إكس أو كاري سوغاش سوغ دو ناقص إكس ما بين صفر وشكون؟ وجوج. دونك شنو غادي تولي لنا؟ تمشي هادي مع هادي، شنو غتبقى؟ إكس أو كاري ناقص إكس ما بين صفر وشحال؟ وجوج. دونك غنعوضو بجوج غتعطينا هي جوج أو كاري ناقص، إلا عوضنا هنا عاوتاني بجوج غتبقى لنا جوج ناقص، فتح القوس إلا عوضنا بصفر غتبقى لنا زيرو. دونك ربعة ناقص جوج غتعطينا هي شحال؟ هي جوج. دونك لانتيغرال ديالنا تساوي لنا شحال؟ تساوي جوج. دونك نكتفيو اليوم بهاد الفقره، ونعاود ثاني نكملو المره الجايه ان شاء الله في فيديو اخر نكملو لانتيغرال. المهم اللي خاصنا نعرفو هو البريميتيف وهالبدايه ديال لانتيغرال كيفاش، يعني الا ما عرفناش البريميتيف ما غنعرفوش نديرو لانتيغرال. يلا الله يعاونكم، الله يسخر الامور.